قربتها لي كده ونشوفها مع بعض عشان برضو ونشوف تاني. رجع بس لحظة اصطدام لاعب الاتحاد. دراعه الشمال اهو. في كوع لعمرو جمال وزقه افقدت عمرو جمال التوازن، ولكن الكره كانت رايحه في اتجاه لاعب الاتحاد. رجعها لي تاني معلش تاني، لا انا عايزها من الزاويه اللي فاتت دي، الزاويه اللي فاتت اللي انت لسه جايبها لي دلوقتي. رجع سنه ايوه بس ماشي بقى كده. شوف الكره رايحه لعمرو، في زقه لعمرو جمال، وهنشوف زاويه الكابتن محمد فاروق. يعني الحاجات دي بتبقى برضو الالتحامات دي بالشكل ده ممكن بتبقى تقديريه، ولكن في زقه عشان نبقى صريحين. ويعني شفنا اللقطه اكتر من مره، في زقه لعمرو جمال من مدافع نادي الاتحاد السكندري علي جبر رقم 5. كابتن محمد فاروق كمان شايف الكوره، يعني بصوا زاويه كابتن محمد فاروق اهو بشكل يعني يوضح كابتن محمد فاروق واقف بشكل يقدر يتيح له الفرصه ان هو يبقى شايف الكوره. طيب دي الكوره اللي بيتكلم عليها الجهاز الفني للنادي الاهلي، وكان في اعتراضات النهارده على المباراه. معايا الكابتن هاني احمد المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري. ازيك يا كابتن هاني؟ ازيك كابتن كريم؟ اخبارك يا كابتن؟ والله كله بخير، كله تمام الحمد لله. كله تمام، ايه رايك النهارده في المباراه؟ والله يا احمد ربنا سبحانه وتعالى النتيجه